ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده جمعت لكم الحاجات اللي هي المفضلات بتاعتي اخر فتره. في صوت كده بره الناس بتعمل الزرع، ف لا انا مش سامعينه. المهم جمعت لكم كل الحاجات، فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر. يلا بينا نبتدي. اول حاجه حباها الفتره دي هو الغسول بتاع كيران مور اللي معايا ده، بتاع البشره الدهنيه. حلو جدا جدا، وما كنتش متخيله بصراحه ان هو هيعجبني كده. عشان تبقوا عارفين ويعني نحط اكسبكتيشن صح، هو مش بيوعدك ان هو هيعمل اي حاجه غير ان هو ينظف البشره كويس من غير ما ينشفها. هما كمان حاطين له مايسلر ووتر، فتقدري تعملي بيه دبل كلينزنج لبشرتك، بحيث ان اول غسله تبقي بتشيلي الميك اب بسهوله جدا، تاني غسله يبقى بينظف البشره كويس. اكتر حاجه عجبتني فيه ان هو بينظف البشره فعلا من غير ما بينشفها، لكن طبعا مش هنستخدمه لو احنا بندور على حاجه تعالج الحبوب او تعالج اي حاجه في البشره او حتى تنظم افراز الزيوت، لان هو ما بيعملش كده. الميزه فيه ان هو سعره كمان رخيص، كان مش عارفه ب 55 جنيه، فده سعر حلو قوي خصوصا لو انت لسه مراهقه ويعني محتاجه تجيبي حاجه على قد البودجت. الحاجه اللي بعد كده هو البلسم ده بتاع بلس. انا خلاص خلصته، من الحاجات اللي انا حبيتها جدا، ريحته كمان لذيذه قوي. ترطيبه حلو، ترطيبه بلسم اللي هو اول ما بتحطيه بتلاقي النتيجه اللي انت مستنياها. زي ما انتم شايفين انا طبيعه شعري ويفي، ولا هي خشنه ولا هي ناعمه، فكان كويس جدا معايا. كنت بحب استخدمه يا اما الفك تشابك الشعر قبل الشاور نفسه، او حتى ان انا ارطب بيه شعري. بس هو ترطيبه بلسم، يعني في حاجات ترطيبها ممكن تكون اقوى من كده، اللي هو ماسك للشعر يعني، ده مش وظيفته، فانا ما اقدرش الومه في حاجه زي كده. لكن غير كده هو ممتاز بصراحه. الحاجه اللي بعد كده للي عايز بقى ماسك للشعر وينفع تستخدموه بعد بتاع بلس، هو بتاع ايفا. وكنت عامله لكم فيديو كامل عن كل ماسكات الشعر اختصارا بقى، لكل ماسكات الشعر اللي انا جربتها على مدار السنين اللي فاتت وايه الحاجات اللي حبيتها، وكان من ضمنها بتاع ايفا. يمكن اعتراضي الوحيد عليه الكميه والسعر مش مناسبين قوي، لان في حاجات جربتها كميه اكبر بكتير والسعر مناسب. ده سعره دلوقتي وصل حاجه و70، وكميته 250 جرام، ف يعني معقول. بس خليني اقول ان الافكت بتاعه كحاجه بقى للشعر ترطب الشعر ممتاز، وانصحكم جدا ان انتم تجربوه. بيجي منه ببروتينات الزبادي واللي بالصبار، وواحد كده لونه بينك. التلاتة حسيت ان هما واحد، مفيش فرق كبير ما بينهم، فهاتوا اي واحد عادي. الحاجه اللي بعد كده هو السنتيلا لايت كلينزنج اويل، وده المفروض الاويل بيست كلينزر اللي احنا بنسيح بيه الميك اب. طيب اللي معايا دي الترافل سايز، وكنت عامله لكم فيديو كامل بتكلم فيه على كل المجموعه، بس كنت جايبه منها المجموعه الصغيره وانا مسافره، بحيث ان انا اجربها لكم كلكم واقول لكم عليها. وكنت عامله لكم فيديو كامل عن كل منتج فيها، بس انا ده يعتبر اكتر حاجه حبيتها. السبب مبدئيا هو ما بيحرقش العين، مش بيخلي العين تحسي انها مغبشه كده زي معظم الاويل بيست كلينزرز. كويس قوي قوي بصراحه، وحبه صغننين منه قد كده بعد ما بتعمليهم على ايدك بيتحولوا زي فوم، ويبداوا ان هم يسيحوا المكياج كله من على وشك وتعملي خطوه الغسول. هل هو منتج اساسي محتاجه يكون عندك في روتينك؟ يعني لا، لان زي ما اتفقنا انت لو استخدمتي الغسول بتاعك مرتين ويكون غسول ما بينشفش البشره زي بتاع كيران مور كده، هيقوم بالغرض، خصوصا ان ده سعره مش رخيص، سعره غالي. الحاجه اللي بعد كده من جلو ريسيبي ده اللي هو التانينج دروبس، ودي عباره عن دروبس كده بتتحط بتدي تان للبشره. ممكن تضيفيها على الكريم المرطب بتاعك، او حتى لو انت عندك فاونديشن لونه فاتح عليكي ممكن يغمقه شويه، وفي نفس الوقت مش بيغمق تحسي ان انت كانك غامقه ومطبعه كده. وكنت عامله لكم فيديو كامل على الكيت اللي كنت جايبه فيها جلو ريسيبي كلها، هسيب لكم برده اللينك في صندوق الوصف. من الحاجات بصراحه اللي حبيتها في المجموعه، وارشح لكم ان انتم تجربوها. سعره غالي شويه بس بصراحه يستاهل وعجبني، وهعمل لكم فيديو ازاي بستخدمه وبخلي الشكل متظبط على الوش. بقى الحاجه اللي بعد كده هو ماسك الطهاره ده، ده مشهور جدا، وكان زمان مش عارفه ب 20 جنيه، دلوقتي وصل سعره حاجه و50. ده بيبقى شكله بستخدمه من زمان قوي. ده بتفتحيه وتاخدي منه حته صغيره وتبداي تحطيه على جسمك على مناطق النبض، بيخلي ريحتك على طول فريش ونظيفه، والريحه بتدوم لوقت طويل قوي، وبيقعد معاكم على فكره حبه كتير جدا جدا. وعادي ان انت تتعرضي بيه للشمس، بس انا بحاول اتجنب كده، يعني بحطه في مناطق اللي هو استنى احطه عشان استنى ان هو ينشف وبعد كده البس هدومي عادي. بيبقى حلو وريحته ثابته ثبات مش طبيعي، وريحته كانك ريحه نظافه. عارفين لما تشموا ريحه ناس كده تحسوا ان ريحتهم ثابته وتقعد وقت كبير؟ هو ده بيعمل كده بالظبط. الحاجه اللي بعد كده وهو الصن بلوك ده من بتاع ابي، ده اللي هو فيه نسبه لون. ده بالنسبه لي تحفه تحفه تحفه. ليه؟ لان هو مبدئيا الدرجه بتاعته مظبوطه، يعني انت لو نفس درجه بشرتي ده هيليق معاكي.
ممكن يأكسد لو تعرض للهواء، لكن هو على وشك ما بيأكسدش قوي، ودي حاجة غريبة في حد ذاتها. لونه خفيف جدا، بتحسي ان انت وانت حاطاه كأنك مش حاطه حاجه، في نفس الوقت بشرتك متوحده، فخفيف جدا على البشره، تقدري تستخدميه للجامعه، للشغل، لاي حاجه كاستخدام يومي، وفي نفس الوقت يحميكي من الشمس، غير ان حمايه الصن بلوك اللي بيكون فيه لون بتبقى اعلى شويه من المفهوش لون، فارشحه لكم جدا. الحاجه اللي بعد كده وهو الجولد سبيل شاور كريم بتاع ايفا، ده مفهوش ولا غلطه، سعره كويس وحجمه كويس وما بيسيبش الجسم خشن، بيخلي الجسم ناعم جدا، ريحته وثباتها فظيع، ف تحفه ولازم بجد تجربوه. هم منزلين منه 3 روايح بس، مع ان هم عندهم روايح كتير جدا، ولسه شاريه البودي لوشن بتاعهم، كنت عامله لكم انبوكسنج لكل الاوردر بتاع ايفا اللي انا جايباه، هسيب لكم لينك الفيديو، تحفه. ف يعني هجرب الاثنين بقى مع بعض، وكمان هجرب البودي سبلاش واقول لكم ثبات المجموعه كله كان حلو ويستاهل ولا لا. الحاجه بقى اللي بعد كده وهو الليدي سبيت ستيك، دي بستخدمها بقالي سنين، ما اقدرش استغنى عنها بصراحه، ده احلى مزيل عرق انا جربته. عيبه الوحيد ان هو بيطبع شويه في الهدوم، وبياخد وقت شويه على ما ينشف، وبيعمل زي علامات بيضة كده، دي ارخم حاجه بصراحه فيه، لكن غير كده هو بالنسبه لي كويس قوي. في منه كذا حجم، ده الحجم الصغير، في منه حجم اكبر شويه، هاتي اللي يناسبك. انا مش عارفه هو في منه تقليد ولا لا، بس انا مفيش مره اشتريته الحمد لله غير وطلع كل مره نفس الكواليتي نفس كل حاجه، الريحه هي اللي بتختلف، وده برغم ان هو اسمه انفيزبل دراي، وبالمفروض لللبس الابيض والاسود والمش عارف ايه وكده، الا انه لا ستيل لسه برضو بيطبع، فده تعليقي الوحيد عليه. لكن كحمايه من العرق حلو، غير انه بيخلي ريحه الاندر ارم كويسه جدا جدا، ومش بيغمق، لكن طبعا ما بيساعدش على التغطيه في اي حاجه، لكن لو انت تعاني من الغمقان ده هيبقى كويس معاكي. الحاجه اللي بعد كده هو البلوش ده بتاع جولدن روز، ده من احلى البلوشرات اللي ممكن تستخدموها، اوريكم درجته، اسمها دي 14 سوفت بيتش، ده لون البلوش. طبعا هو كالعاده بيتكسر دايما، معظم الحاجات اللي بتتفتح كده هتلاقوا مع الاستخدام انها يعني بتتكسر وتتقصف، فدي بتبقى اسوأ حاجه. يعني انا بحب استخدمه بالفرشه وبايدي كمان، في الحالتين بيبقى تحفه، بيبقى ناعم جدا جدا، ثباته حلو جدا، وتقدروا ان انتوا تثبتوا بيه حتى اي درجه كريمي انتوا حاطينها، تكون طبعا من نفس الدرجه عشان يبقى شكلها احلى، هيبقى حلو قوي. بعد كده السيرم ده من بيوتي اوف جوسن، وانا كنت عامله لكم فيديو كامل على كل المنتجات بتاعه بيوتي اوف جوسن، وانا جبت الكيت الصغننه بتاعه السيرمز اللي هي الترافل سايز وانا مسافره، عشان خاطر اعرف اجرب السيرمز كلها، والبدايل المصريه بتاعته هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ده، لو انتم مش عايزين تشتروا البراند نفسها عشان هي غاليه شويه مش رخيصه. بتاع الجرين تي ده اكتر واحد حبيته، عارفين ليه؟ لان هو بيهدي وبيرطب البشره جدا، يعني هو بعد ما بعمل شيفنج على طول لازم بستخدمه، بيهدي البشره في ساعتها، بيبقى بصراحه حلو قوي. في جرين تي وبانثينول، وهو كولمينج سيرم، وده بالظبط اللي هو بيعمله، تحفه من غير ولا غلطه بصراحه، انصحكم ان انتوا تجربوه. بس كده ده كان كل الحاجات اللي انا بجربها الفتره دي وحبها جدا جدا، وفي حاجات منها قربت تخلص كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتس كل الحاجات اللذيذه دي. اشوفكم الفيديو اللي جاي.